يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 28-20، الإسكندرية 27-21، مطروح 26-20، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 28-19، وإلى السويس 29-19، العريش 27-19، طابة 27-21، شرم الشيخ 31-24، الغردقة 30-22، إلى الأقصر 34-21، أسوان 34-22، الوادي الجديد 32-17، وحلايب 29-24، وشلاتين 31-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.